يا اخي وينك؟ صار ثلاث ايام ناطرك، ما كبرك جيب لي الهوندا. انا بياع الهوندا مرعبين علي الزلمه. بونجور. ايه يلا برجع بحكيك، خلص برجع بحكيك. بونجور. سوري مستر، مش انت اللي بتبيع سيارات؟ بلا. ايه قالوا لي انه هلا عرض هيدا للبيع. صح صح، كثير حلو وكثير عجبني، وانا اصلا من اول ما نزل حبيته يا خي، من اول ما نزل. لونه معروف عني انه انا بحب كثير لون الازرق، فبليز ممكن تبيعني هيدي السيارة؟ اكيد اكيد، بدي احكيك شوي عنها هيدي. قبل ما تحكيني خليني اقول لك انا شو وضعي، بدي داكش لانه انا سيارتي صراحة هلا مش قادرة ابيعها، وانا كثير مستعجلة عليه، ومش لانه بهالشيء بس انه زهقت منه يعني. بعرف بعرف، ما الواحد بيحب يجدد سيارات على طول. هيدي افضل نوع سيارات، قد ايه بتشوف السيارات بلبنان؟ والله بعرف افضل نوع هيدي السيارة. اي موديل سيارتي؟ 2007. هيدي 2007. واو، يعني مش كثير حيكون في فرق. يعني اذا طلع بيطلع فرق شيء بسيط، يا انت بتدفعي انا بدفعه. مش مشكل مش مشكل. على كل حال كثير نظيف السيارة بنصحك فيها. ايه اوكي. وهيدا اللون كثير مميز. ما عم اقول لك اول ما لفتني فيها هو لونه. بعرف بعرف. بليز انا سيارتي معي، ممكن فرجيك عليها تشوفها اذا نظيفة. يلا بنشوفها بنشوفها. تفضل تفضل.